اتحاد الكوره وكارلوس كيروش. كارلوس كيروش النهارده كان عنده اجتماع في اتحاد الكوره، موقف كارلوس كيروش في الفتره اللي جايه ايه؟ هل سيبقى مع منتخب مصر؟ لن يبقى مع منتخب مصر. اللي حصل في اجتماع اتحاد الكوره النهارده كان ايه؟ نعرفه مع زميلنا الاعلامي الكبير المحترم استاذ ايهاب الكومي، عضو مجلس اداره اتحاد الكوره المصري. يا فندم صباح الخير، مشرف ومنور. صباح الخير. طبعا بحييك طبعا كريم صديقي العزيز، وخليني برضو اخد من كلامك الاول ابارك طبعا للنادي الاهلي. شكرا. وزي ما انت قلت بكل تاكيد الاهلي كبير، ما يهموش ابدا من اللي هيقابله، ولازم الفرقه الثانيه اللي هي منتظره تقابل الاهلي هي اللي تخاف. الاهلي قادر ان شاء الله باذن الله على حسم البطوله زي ما معودنا دايما، فلازم يعني ابارك للاهلي وجماهيره العريضه فوزهم النهارده، وان شاء الله الاهلي قادر فيما هو قادم ان شاء الله. اشكرك يا فندم. طيب النهارده تفاصيل الاجتماع اللي حصل مع كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، ولما بقول المدير الفني لمنتخب مصر الاول، هل انا التعبير ده التعبير الاعلامي ده تعبير صحيح، ولا هو اصبح الان مش مدير فني لمنتخب مصر؟ يعني انت دايما تعبيراتك بتكون دقيقه للغايه طبعا، وواحد من الناس اللي يعني دايما لما بيصيغ خبر او بيقول خبر بيبقى عارف هو بيقول ايه وبيعي جيدا كل ما يقال، فانا بحييك طبعا بكل تاكيد. النهارده ما كانش اجتماع رسمي، لكن كانت جلسه الاستاذ جمال علام بصفته مشرف عام على المنتخب مصر الاول ورئيس الاتحاد المصري، وكان موجود طبعا كابتن محمد بركات. كلنا عارفين اللجنه الفنيه من داخل مجلس الاداره المتعلقه بامور كره القدم بيبقى كابتن بركات وكابتن حازم امام لهم الاولويه بصفتهم طبعا اثنين من نجوم مصر الكبار في كره القدم. فالنهارده الجلسه جمعت الاستاذ جمال علام، جمعت ايضا كابتن محمد بركات في وجود مستر كارلوس كيروش قبل ما يسافر للبرتغال. طبعا احنا كمجلس اداره اراء مختلفه ومتباينه، لكن الاغلبيه طبعا بتصب لمصلحه كارلوس كيروش للاستمرار في قياده المنتخب المصري. وانا نفسي لما سئلت قبل كده من اسبوع قلت لهم رايي الشخصي بعيدا عن كوني عضو في مجلس الاداره، انا شايف ان الراجل ده من الناس كويسه جدا اللي هتقدر تطور الكره خلال الفتره الماضيه، لان طبعا في الفتره الماضيه كان المده قصيره للغايه، ولكن قدر اللي هو يتعامل مع كافه الامور والمستجدات اللي كانت موجوده من اصابات وغيره، قدم اسماء يعني لمنتخب مصر اصبحت نجوم وممكن ان احنا نبني عليها خلال الفتره القادمه. بعض الناس قال لك ما حققش انجازات، لكن انا شايف ان وصلنا الى نهائي كاس افريقيا في وجود اسماء كبيره جدا من المنتخبات القاريه الافريقيه، لا ده كان انجاز بكل ما تعنيه الكلمه، وانت خرجت في النهايه بركلات الترجيح. قابلت منتخب السنغال اللي الناس كلها صورت السنغال على انه المنتخب الاول في القاره الافريقيه بنجوم بتلعب في كبرى الدوريات الاوروبيه، لكن لعبت معاهم ثلاث مباريات منهم اثنين اكسترا تايم، احرزوا فيك هدف وانت احرزت فيهم هدف. تقول لي الاداء داخل المستطيل الاخضر، اقول لك متباين، لكن عندك قوام منتخب تقدر تبني عليه لو عندك فتره زمنيه قادمه، الراجل يقدر يطور من كره القدم في مصر ويقدر يطور ويقدم اسماء عديده. فالنهارده الجلسه جمعت استاذ جمال علام والكابتن بركات، اتكلموا فيما هو قادم عشان يعرض ده على مجلس الاداره ان شاء الله في جلسه رسميه الاسبوع القادم ان شاء الله، ممكن تكون الاحد او الثلاثاء. هيتم البت تماما في كل الامور المتعلقه بالمنتخب الاول، بعد ما هيعرض الاستاذ جمال علام بصفته المشرف على المنتخب مدار اليوم في الاجتماع الثلاثي، هيعرض وجهه النظر بالكامل، وجهه نظر مستر كارلوس، وايه العروض اللي احنا ممكن نقدمها لمستر كارلوس خلال الفتره القادمه. لكن عاوز اقول لك ان في الاول وفي الاخر اذا ما تم الاتفاق تماما على مستر كيروش لقياده المنتخب هيبقى له الاريحيه تماما في اختيار جهازه ومعاون. لن يتدخل الاتحاد المصري لكره القدم في فرض شخص بعينه، لكن ستترك المساحه الكامله لمستر كيروش لاختيار جهازه ومعاونه. طيب. وان شاء الله باذن الله نقدر نبني. انا هاخد من كلامك حاجتين ما بين السطور ووضحهم لي اكتر. اول حاجه انه القعده النهارده كانت قعده مفاوضات او قعده لاستبيان راي الراجل في استكمال مشواره مع منتخب مصر، مش هاند اوفر او مش مثلا تسليم ولايه للي بعده، يعني القعده النهارده كان عشان فكره انه ممكن يكمل مع منتخب مصر، دي اول حاجه واسمع رد حضرتك وبعد كده اقول لك الحاجه الثانيه. طيب يعني خليني اقول ان بعد مباراه السنغال الراجل قال انا بسلم الرايه، يعني ده احترام لذاته، وده طبعا المديرين الفنيين الكبار المحترمين المحترفين ده شغلهم بعد انتهاء البطوله، قال لك انا بسلم الرايه عشان يرفع الحرج على مجلس الاتحاد المصري لكره القدم في اي شيء قادم. لكن الاتفاق الداخلي قبل مباراه السنغال كاعضاء مجلس اداره كلنا متفقين ان الراجل ده حتى اذا لم يقدر لنا الصعود الى كاس العالم
احنا شايفين ان هو يقدر يطور في اداء المنتخب مصر في الكره المصريه خلال الفتره القادمه، وبالتالي النهارده القعده معاه الراجل موافق تماما على الاستمرار مع منتخب مصر، وهو مرتاح جدا مع اداره الكره المصريه، واحنا كمان عاوزين نوصل معاه لاتفاق عشان يبقى في تعاقد جديد نقدر نشوف ايه اللي هيقدر يقدمه ورؤيته للكره المصريه. يعني انا افهم من كده انه خلاص في قبول من الطرفين على فكره بقاء كارلوس كروش مع منتخب مصر، واتوقع بس التفاصيل الاداريه في العقد الجديد. انا كده فهمت صح؟ مظبوط تمام. طيب عظيم جدا. الحاجه الثانيه، حضرتك تحدثت عن الجهاز المعاون وله حريه لاختيار الجهاز المعاون الجديد ليه مع منتخب مصر، ده معناه انه هيبقى في تغيير في قوام الجهاز المعاون في الفتره اللي جايه؟ لا ما نقدرش، ممكن الراجل يقول لك انا هشتغل بنفس الجهاز اللي موجود معاه، يبقى في الحاله دي على الراحه والسعه احنا كمجلس اداره موافقين تماما. الراجل مثلا لكن عاوز اغير في الطاقم الاجنبي اللي موجود معايا، او له كامل الحريه، عاوز اغير في الطاقم المصري اللي موجود معايا له كامل الحريه. يعني انا عاوز اقول لحضرتك احنا كمجلس اداره يعني بعيدين كل البعد عن تحديد المساعدين اللي موجودين معاه، ستترك له الحريه الكامله في اختياره. ما اقدرش اقول لك في تغيير او ما فيش تغيير، لسه حسب رؤيته اللي هتعرض علينا ان شاء الله الاسبوع القادم باذن الله. هل خلاص حسم امر الكابتن وائل جمعه مش هيبقى موجود في الجهاز المعاون الجديد؟ طبعا انا عاوز اقول لك كابتن وائل جمعه من اكثر الناس اللي اشتغلت في منتخب مصر خلال الفتره الماضيه، واحد من النجوم الكبار اللي قدموا لمصر عطاء كبير جدا سواء كان كلاعب او كمدير للمنتخب. انا شخصيا كابتن وائل من الناس المحترمه جدا جدا جدا، اتمنى ان هو يكون موجود، لكن طبعا هو قدم استقاله لم تعرض ايضا على مجلس الاداره، وبرضه هنشوف مستر كارلوس يعني هل وجود كابتن وائل ضروره معاه في الفتره القادمه حسب رؤيته ولا لا، ده هيكون مستر كارلوس. لكن على المستوى الشخصي بقول لك ان كابتن وائل من الناس المحترمه جدا جدا طبعا، واللي بتشتغل بقلب وبتعشق بلدها، وبصراحه واحد من الكوادر المحترمه جدا اللي انت تقدر تبني عليها. كان معناه ايه اللي خرج من اتحاد الكوره النهارده ان كارلوس كروش في اجازه لحين البت في الطعن المقدم من الاتحاد المصري بشان مباراه السنغال؟ الناس استغربت كلمه اجازه، هو عقده خلص فاجازه معناها ايه اجازه؟ لا انا عاوز اقول لك ان عقد مستر كارلوس كروش في التعاقد مستمر لغايه شهر 12، يعني وليس فقط بالصعود لكاس العالم، يعني العقد الرسمي الموقع ما بين مستر كارلوس وما بين اللجنه الثلاثيه العقد ممتد لغايه شهر 12. لكن انا قلت لك ان لا لا دي معلومه، دي معلومه ما نعرفهاش يا استاذ ايهاب بعد اذنك، ان احنا تصورنا انه كان معلن انه عقده ينتهي مع نهايه مشوار كاس العالم. لا لا العقد زي ما بقول لك ممتد الى شهر 12، الناس ما تعرفش كده، لكن مستر كارلوس رفع الحرج عن الجميع، والراجل قال انا بسلم الرايه، لو انتم شايفين ان حد تاني يكمل انا على استعداد، شكرا جزيلا ومكتفي بالفتره اللي قضيتها معاكم وامشي. يعني الراجل بصراحه كان يعني شغل المحترفين في هذا الامر، لكن عقده الرسمي لا لسه ممتد لغايه شهر 12. لكن انت لك الحريه بعد عدم صعود كاس العالم لو انت عاوز تفسخ التعاقد معاه دون شرط جزائي. لا في يعني تفاصيل التعاقد ما اعرفهاش بالظبط بصراحه، برضو ان ده يعني اختصاص الاستاذ جمال علام، لكن زي ما بقول لك حتى الراجل لو في شرط جزائي قبل كده قال انا مستعد امشي بدون اي شرط جزائي، انا ما ببصش للفلوس، انا ببص ان انا عاوز ابني منتخب، ببص على العلاقه الطيبه اللي بتجمعني بيكم. فهو الراجل ما اتكلمش ابدا في الامور الماليه قبل كده بكل صراحه. طيب عايز اسالك كمان على موقف فنجاده، كنا سمعنا انه عقده هينتهي في شهر مايو، هل الكلام ده صحيح ولا خاطئ؟ وهل في نيه لتجديد عقد فنجاده مع الاتحاد المصري لكره القدم؟ بالفعل هو عقده بينتهي في شهر 5، طبعا في الرؤيه الفنيه زي ما انا قلت لك كابتن حازم امام وكابتن محمد بركات بيضعوا التصور فيما يتعلق بمستر فنجاده خلال الفتره القادمه، وهيعرض ايضا على المجلس ان شاء الله في جلساته القادمه نشوف رؤيتهم كابتن حازم وكابتن بركات. الراجل قدم مشروع كامل لتطوير الاتحاد المصري لكره القدم فيما يخص مسابقات الناشئين، فيما يخص تاهيل المدربين، فقدم تصور كامل، وعشان كده هو كان موجود في رحله منتخب مصر 2006 في الجزائر، كان موجود معانا هناك، كان موجود ايضا مع منتخب 2003 في الامارات، وكان موجود معاهم في اسماعيليه في المباراتين الاخيرتين. عشان كده بقدر اقول لك ان الراجل قدم تصور كامل، درسه الكابتن حازم كابتن بركات، وهيدوا الرؤيه الفنيه للمجلس، وبناء عليه هيتخذ القرار خلال ايضا الاسبوع القادم باذن الله. طيب السؤال الاخير لحضرتك فيما يخص الطعن المقدم من اتحاد الكره المصري ضد ما حدث في مباراه السنغال والمطالبه باعاده المباراه واحتساب النتيجه، الطعن ده من المتوقع البت فيه امتى؟ هل عندك امال انه يحصل حاجه تبقى في صالحنا، ولا انت شايف الامور هتمشي ازاي؟
خليني اقول لك كريم، يعني لو انت ما كنتش عملت كده كانت الناس هتقول لك ان الاتحاد المصري قصر في حق المنتخب. لا، احنا من اول يوم بعد انتهاء المباراه مباشره كان موجود في مقر الاتحاد الاستاذ وليد العطار المدير التنفيذي المستشار محمد المرسى والاصول القانونيه، وعملنا الشكوى الرسميه مشكوعه بكل التفاصيل الدقيقه بالصوت والصوره لكل ما حدث للبعثه المصريه منذ لحظه وصولها الى السنغال حتى انتهاء المباراه. كل ما عرض على شاشات التلفاز المختلفه تم تدوينها في الشكوى، وطبعا كان في لقاء جمع ايضا في الكونجرس الخاص بالاتحاد الدولي استاذ جمال علام مع كابتن حازم امام مع الحاج عامر حسين وهم في قطر، اجتمعوا ايضا بانفانتينو وبعض اعضاء الاتحاد الدولي ومتحول لجنه الانضباط. احنا عندنا امل كبير، وطالما لو عندك امل 1% هنشتغل عليه حتى النهايه. إذا الأمر كان في صالحنا هيبقى خير وبركة، وإن شاء الله بإذن الله نقدر إن احنا نرجع تاني. لا، إذا لم يكن وتم فرض عقوبات على السنغال مالية أو مباراة خارج ملعبها أو بدون جمهور، يبقى احنا أيضا مشينا في الخطوات القانونية حتى آخر نفس، ولم يعني ندخر جهد في مصلحة منتخبنا وفي الدفاع عن حقوقنا أمام الجهات المشروعة. أستاذ إيهاب الكومي عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة.